السلام عليكم الجوار. المهم الخوش هذا غادي يكون اقوى تحليل في القناه. صنتو مزيان هضرينا نقول في هذا الفيديو، غادي نقول السلبيات والايجابيات ديال المدرب توخيل في هذا الماتش هذا، علاش خلى زياش كاحتياطي، وعلاش لعب هافرتس وفيرنر موسر ماتش كمهاجمين، وعلاش سيتي ما قدمش داك الاداء اللي كنا كنتهضروا منه، وعلاش محرز ما وصلش داك النيفو اللي كان به ضد بي اي جي او باريس سان جيرمان في نصف النهائي. صراحه شفت تعيش في المدربين، ما عمري ما شفتش بحال هذا المدرب توخيل. واش زياش سجل على هذا الفريق جوج اهداف، واحد في كاس الاتحاد وواحد في الدوري الانجليزي، يعني عنده ثقه كبيره ضدهم وعنده خبره كبيره ضدهم، لكن ما لعبوش ولعب ليا اللاعب فيرنر، لاعب الحصان الاعمى كما كنسماه، واحد اللاعب كبير بحيث انه لاعب زكاد ضرب الصح كما شوف الميطه الاولى، زكل كميه الفرص كثيره ضرب الصح. لكن توخيل كان مزيان في واحد القضيه، هو انه لاعب هافرز، لاعب اللي واخا ما لعبش في ثلاث مباريات الاخيره لكن كان تالق في الشامبيونز ليغ ضد ريال مدريد، هذاك الشيء علاش لعبوا في فينال كاساسي، رغم ان هناك الجماهير قالوا باللي علاش ما لعب زياش كاساسي، هو اللي كيقدم مباراه كبيره ضد مان سيتي. لكن فيرنر هو النقطه السوداء فريق تشيلسي حاليا كمهاجم، بحيث انه لاعب لا يستغل الفرص، لاعب فقط كيجري، عنده ميزه واحده اللي هي كنشط وكيبرمج وكيزعزع الدفاعات، بحيث انه كيبقى يتحرك وكبر طوم ديال بصح، لكن ناحيه الفعاليه راه ما كايناش عنده. كما شفتوا ثلاث كرات واضحه في الشوط الاول زقلهم، عكس هافرز دغيا كيتعلم رغم ان عنده 21 عام لكن عقله خفيف، الاولى زقلها وضيعها بغرابه، لكن الثانيه ما عطلهاش وسجلها على طريقه اللاعب توريس في واحد العام ضد البارسا في نصف النهائي، بحيث كان دوز جول فالديز ذاك الوقت وسجل. موسم ماتش ما بانش بزاف لكن بان بتمريره عالميه وجميله في العمق ديال الفراغات والدفاعات اللي خلاوها المدافعين ديال سيتي باللاعب ايفانز واللاعب روبين دياز، اللي خلاو مساحات وفراغات اللي استغلهم هافرز بتمريره جميله وساحره من لاعب موسم ماتش. صراحه كنت باغي زياش يلعب كاساسي خصوصا مكان لاعب فيرنر، لكن كما العاده عندكم فيرنر موسم ماتش هاد اللاعبين ديما اساسيين تحت مدرب توخيل، فقط لاعب ثالث هافرز او لا زياش او لا بوليسيتش اللي كيلعبهم. صراحه ما بغاش يلعب زياش على قبل سيتي، بحيث انه لعب بخطه دفاعيه وكيلعب فقط على الكونتر اتاك والاخطاء الدفاعيه. كما شفتوا لعب هافرز حيت هافرز كيعاون على مستوى الدفاع وكيرجع للور بزاف وكيطلع. زياش ما بغاش يلعبوا على قبل القوه البدنيه لا هو لا بوليسيتش، لكن صراحه عشان يكون كل لاعب زياش غادي يقدم مباراه كبيره وغادي يعطي العديد من التمريرات خصوصا تحت الدفاعات المتهلهله ديال الفريق سيتي اللي كيبينوا فراغات واضحه خصوصا على مستوى الجهه اليسرى. لا لاحظتوا محرز ما كانش بداك النيفو اللي كان في بي اس جي، بحيث ان الدفاع ديال تشيلسي والتكتيك ديال توخيل كان مزيان، عكس بي اس جي اللي كانت ناقصه من ناحيه الدفاعيه كانت تالق ضدهم، لكن ديال تشيلسي ما كيبينش محرز ماشي غير هذا الماتش في الدوري الانجليزي او الكاس الاتحاد ما كانش كيقدم مباراه كبيره. سيتي بنجوم ديالك كامل خيسوس دي بروين محرز غاندوغان، حتى واحد ما قدم مباراه كبيره، حتى لاعب ما دار شي حاجه من غير بعض اللاعبين ديال الوسط اللي كيعاونوا المهاجمين، لكن سيتي كانت ناقصه من الدفاع حتى الهجوم ما كان سيتي ديال بصح. سيرلينغ ضيع بعض الكرات في الشوط الاول لكن من بعد ما بقاش بان لا هو اللاعبين كاملين، يعني تشيلسي كانت واقفه وطاكتيك كان ناجح ديال بصح 100%. سيتي رغم ان فاز بالدوري لكن ما كانش عنده الامكانيه باش تفوز في النهائي هذه. مبروك لزياش رغم ان ما كانش عنده الحسم او اليد الفوز ديال الفينال، لكن على الرغم من ذلك تخلص من النحس اللي كان تابعه، بحيث انه خسر الدوري ابطال الدوري الاوروبي ضد مان يونايتد في الفينال، وخسر ايضا ضد توتنهام في نصف النهائي ديال دوري ابطال اوروبا، لكن فاز مع تشيلسي وعنده احسن ماتش للشامبيونز ليغ هذا العام هي ضد اتلتيكو مدريد. مبروك ليه ولجميع عشاق تشيلسي حول العالم. اش بالكم الخوش، وزياش كان يستاهل يدخل او لا؟ خلوا لي الاراء ديالكم وكي جاكم الماتش هذا مكان. كان معكم اخ لكم روان، تهلاو لي فراسكم.